أيضا من جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف إعادة أهالي قرى واد آل أبو جبارة في محافظة صعدة إلى قراهم منازلهم بعد تحريرها. الجيش الوطني اليمني مدعوم من التحالف خلال الفترة الماضية حقق الكثير من الانتصارات النوعية، تقدم باتجاه صعدة. هؤلاء النازحين والذين هجروا قصرا من 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 قراهم ومزارعهم تم إعادتهم بجهود من قيادة القوات المشتركة للتحالف. هناك أكثر من 100 عائلة أو أسرة تم إعادتها إلى قراهم ومزارعهم. أيضا قامت قيادة القوات المشتركة من خلال وفد مختص للإشراف على عودة المواطنين اليمنيين في 12 قرية وتقديم المساعدات اللازمة لهم. في الجانب الآخر تلاحظون انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي والإنساني، تفجير المنازل لأعيان القبائل، شيوخ القبائل، وأيضا المواطنين اليمنيين الذين تعتبرهم الميليشيات الحوثية معارضين أو لا تنسجم توجهاتهم السياسية والقبلية والاجتماعية مع أفكار الميليشيات الحوثية المتطرفة. تشاهدون في هذا الفيديو قيام الميليشيات الحوثية بتفجير أحد المنازل في أرحب في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني وكذلك الأعراف القبلية الموجودة في اليمن. في 12 نوفمبر 2018 ميلادي قامت قيادة القوات المشتركة بإعطاء بعض المعلومات عن الخزان العائم صافر. الخزان العائم صافر يحوي تقريبا أكثر من 1,140,000 برميل من النفط الخام. هناك جهود مشتركة ما بين الحكومة اليمنية الشرعية، قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأيضا خبراء من الأمم المتحدة لتفادي كارثة بيئية واقتصادية في جنوب البحر الأحمر في مضيق باب المندب وقد تصل إلى بحر العرب. من خلال المبادرة والمناقشات التي مثلتها الحكومة اليمنية الشرعية بوزير النقل معالي وزير النقل اليمني وأيضا قيادة القوات المشتركة للتحالف، كان هناك الكثير من المقترحات في هذا الجانب. وافقت الحكومة اليمنية الشرعية على بيع النفط الموجود في خزان صافر ودفع قيمة هذا النفط لمرتبات المواطنين اليمنيين سواء في المجال الصحي أو في مجال التعليم. للأسف الشديد الميليشيات الحوثية عطلت كافة الجهود في تفريغ الناقل صافر. هناك مخاطر من تسرب النفط الخام إلى البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر وأيضا إلى بحر العرب مما راح يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية. نحن نعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية وأيضا نعمل مع منظمة الأمم المتحدة في تحاشي هذه الكارثة. أيضا تشاهدون جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في ملاحظة ومراقبة أي تسرب لناقلة النفط أو عفوا الخزان العائم صافر. هذه كانت يوم 23 إبريل في هذا الشهر. لا يوجد حاليا أي تسرب، ولكن إذا كان هناك أي كارثة بيئية واقتصادية تضر باليمن ودول المنطقة هناك مسؤولية كاملة على الميليشيات الحوثية والتي رفضت كافة الحلول والجهود لتفريغ الخزان العائم صافر. قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية كما أعلنا يوم الجمعة الماضي. استمرار العمليات السابقة في 19 يناير 31 يناير 9 فبراير 23 مارس و9 إبريل من استهداف شبكة الطائرات دون طيار الموجودة في العاصمة صنعاء والتي من خلالها تقوم الميليشيات الحوثية بتخزين الطائرات دون طيار وأيضا منصات إطلاق هذه الطائرات وأيضا وجود الخبراء على جانب من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي.